رغم المساندة العربية والأممية والعالمية للهدنة المعلنة في اليمن بين السلطة الشرعية وميليشيا الحوثي، إلا أن هناك مخاوف واسعة من انهيارها وعودة الأطراف جميعا إلى نقطة الصفر، تلك النقطة التي تعني استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. فعلى مدى الأيام الماضية أعلنت قوات الجيش الوطني مرات عدة خروقات للهدنة تمارسها ميليشيا الحوثي في جبهات القتال المتوزعة على 6 محافظات. وسط هذه الإعلانات المتكررة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول المتسبب بخرق الهدنة، جاء تصريح المبعوث الأممي هانس جروندبرغ ليؤكد أن هنالك حاجة ملحة للعمل بشكل جماعي ومكثف لضمان عدم انهيار الهدنة. أردفت تلك المخاوف في التصريح الأخير نقاشات واسعة أجراها جروندبرغ مع المسؤولين الحوثيين والعمانيين في صنعاء ومسقط، ويبدو أنها قد لا تؤتي ثمارا جيدة، فالهدنة التي يحاول المبعوث جمع الجهود الدولية لإسنادها قد تتعثر وتنهار. زيارات المبعوث الأممي وإن لم تثمر واقعا على الأرض يضمن استمرار وقف الحرب، فقد أثمرت جهودا سياسية تمارسها سلطنة عمان على ميليشيا الحوثي لتثبيت الهدنة، حيث زار وفد عماني صنعاء لإجراء مباحثات حول الهدنة ومساعي وقف الحرب كما تقول المصادر السياسية التابعة للميليشيا. وهو دور جديد قديم بدأته عمان سرا وخلف الأبواب المغلقة، أدارت من خلاله حوارات بين الحوثيين والسعودية حول وقف الحرب ومستقبل الحدود الجنوبية للمملكة، ليبدو اليوم هذا الدور جليا من خلال سعي القيادة السياسية في مسقط للعب دور أكبر بمساندة واشنطن والأمم المتحدة.